الآن أبنائي إذا التطبيق الثاني، ما وظيفة الجمل ما بين قوسين منه؟ الجملة الأولى: يفضل الصائم أن يفطر جماعيا أو أن يفطر جماعيا. إذن أبنائي الأفاضل، دائما السؤال نفسه ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به؟ إذن يفضل جملة فعلية، لكل فعل فاعل، أين الفاعل؟ من الذي يفضل؟ الصائم. إذن يفضل الصائم. يفضل الصائم ماذا؟ الجملة اللي تجاوب لي على السؤال ماذا؟ إذا جاوبك لي، يفضل السؤال، يفضل الصائم ماذا؟ الجواب سيكون أن يفطر جماعيا. إذا هنا جاوبك لي على السؤال ماذا؟ إذا واللي جاوب لي على السؤال ماذا كيف نعربها؟ نعربها هكذا: مصدر مؤول، مصدر مؤول طبعا فعلية، في محل فعلية، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذا هذه الجملة سدت مسدة المفعول به. لاحظوا مثال ثاني: حسب المسافر الطائرة قد تأخرت. ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به؟ الجملة هنا جملة فعلية حسبة. بما يذكركم من فعل حسبة؟ ظن، حسب، خال، عد، درى، ألف. أستاذ، هذه من الأفعال التي تتعدى المفعول. تعالوا نتأكد. إذا حسب فعل، هذا فعل. المسافر فاعل. حسب المسافر ماذا؟ الطائرة، مفعول به. لكن عندما أقول حسب المسافر الطائرة وتوقفت، هل الجملة كاملة؟ لا أستاذ، ربما تكون هذه قد تأخرت حالية. لو كانت حالية فإننا عندما نحذف هذه الجملة، الجملة التي قبلها تكون كاملة. عندما أقول حسب المسافر الطائرة، السامع يسألني يقول أستاذ حسب المسافر الطائرة ماذا؟ كمل لي. إذن يحتاج إلى عنصر أساسي. إذن هنا قد تأخرت، أبنائي الأعزاء، دليل بلي هذا مفعول به واحد، هذه أبنائي الأعزاء جملة فعلية، جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثان، مفعول به ثان. العلم يبني بيوت العز والكرم، ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به يا أستاذ؟ إذا ابتدأت باسم فهي اسمية. الاسم اللي هو في الجملة اسمية كيف نعربه؟ سهل جدا يا أستاذ، مبتدأ، لكل مبتدأ خبر. إذا العلم ما به، ما حالته؟ إذا يبني بيوت العز والكرم. إذا ما دام عندي مبتدأ، إلى أي شيء نحتاج؟ أحتاج إلى خبرين. إذا هذه الجملة نعربها جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ أيها الأحباب. الجملة التي بعدها: اشتريت حاسوبا أفادني. ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به؟ اشتريت، إذن فهي جملة فعلية. اشترى فعل، فعل التاء فعل، اشتريت فعل، حاسوبا مفعول به. إذن لنا الجملة كاملة، اشتريت حاسوبا كاملة. معناها سأضع في ذهني ما دام عندي فعل وفعل مفعول به، جملة كاملة، واشترى لا يتعدى إلى مفعولين. لاحظتم أبناء الإنسان، لازم عندما تجد الفعل والفعل مفعول به تأكد أن الفعل هذا لا يتعدى إلى مفعولين. إذن هو ليس من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. إذن اشتريت حاسوبا، الجملة تامة، معناها أن هذه الجملة ستكون ستسد مسدة فضة في الكلام أو عنصر ثانوي، إما تكون نعت أو حال. نطبق القاعدة: الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف حال. أفادني هو، هذا هو الضمير، ويعود على من؟ يعود على حاسوب. حاسوب جاء نكرة ومعرفة، هنا تلاحظون أنه جاء من نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. إذن كيف نعرب هذه الجملة؟ نعربها جملة فعلية في محل، قد تكون رفع أو نصب أو جر. إذن حاسوب كيف عربنا لها نستد؟ مفعول به منصوب، إذن هنا في محل نصب مفعول به. أستاذ لماذا ربناها في محل نصب؟ نعت نادرة. أستاذ لماذا ربناها في محل نصب؟ تعرفون أن النعت يتبع المنعوت، المنعوت جاء منصوبا فالنعت يأتي منصوبا. عاد الجندي يجر أذيار الخيبة، ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به؟ الجملة عاد الجندي، إذن جملة فعلية، عاد فعل. السؤال الذي سأسأله: الفعل عاد لازم أو متعدي؟ عاد الجندي، إذن لهنا الجملة كاملة. إذن الفعل عاد فعل لازم، إذن عاد الجندي الجملة كاملة. معنى أن هذه الجملة التي بين يدي جر أذيال الخيبة إما أن تكون نعتية أو حالي. يجر هو، على من تعود؟ على الجندي. الجندي هنا جاء نكرة ومعرفة، تقول أستاذ جاء اسم معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. إذن هذه الجملة وصفت لي اسم معرفة، كيف نعربه؟ إذن جملة ذات فعل، نقول فعلية في محل نصب حال. واحد يقول كيف نعرف لهنا بلي جملة اسمية وفعلية؟ انظروا إلى بدات فعل، بدات فعل، بدات بفعل نقولوا فعليه، بدات باسم نقولوا اسميه. دخلت المسجد وانا منشرح الصدر. اذا ما نوع الجمله باعتبار ما ابتدات به؟
إذن دخلت جملة فعلية، دخل فعل تو فعل، دخلت ماذا؟ المسجد، إذن فعل وفعل مفعول به، دخلت المسجد الجملة كاملة، إذن دخلت المسجد الجملة كاملة، معنى أن هذه الجملة إما تكون نعت أم حال، سدت ما سد عنصرا إضافيا أو عنصرا فضلة في الكلام أو عنصرا ثانويا، وأنا تعود على تو، وأنا تعود على تو، وتو أبنائي من الضمائر، والضمائر من أسماء المعرفة. إذن الضمائر الأسماء المعرفة ليست المعرفة بألف واللام، عندنا المعرب بألف واللام، معرب بالإضافة، عندنا الضمائر، أسماء العالم، أسماء الإشارة وهكذا. إذن أبنائي عزاء الجمل بعد المعارف، إذن هذا وصاحب الحال، صاحب الحال جاني ضمير، هذا وصاحب الحال. إذن دخلت المسجد وأنا منشرح، هنا أبنائي عزاء والدليل أن واو الحال كذلك تؤكد ذلك. إذن جملة هاي بدأت باسم، الضمير تعبر من أسماء، جملة اسمية، ها اسمية في محل نصب حال. أخيرا أيها الأحباب، الرياضة سلوك ينمي العضلات. ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به؟ إذن الرياضة جملة اسمية، الاسم اللي كيف نعرفه يا أستاذ؟ مبتدأ، لكل مبتدأ خبر، أين الخبر؟ سلوك. إذن عندي المبتدأ والخبر، معناها الجملة كاملة، معناها أن هذه الجملة أستنتج منطقيا أن هذه الجملة ينمي العضلات، إما أن تكون نعتا أو تكون حالا. إذن ينمي سلوك، ينمي هو على من تعود؟ تعود على سلوك. إذن اللحن ينمي العضلات تعود على سلوك، والجمل بعد وسلوك جاء نكرة والمعرف جاء نكرة، والجمل بعد النكرات صفة. إذن هنا نعربها ابن عزة جملة فعلية في محل، إذن سلوك هنا جاء مرفوع خبر مرفوع، إذن في محل رفع نعت. إذن ابن عزة هقد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. حاب تقرأ ليني؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم أمان امتياز.